يقول: هل يجزي الاغتسال عن الوضوء وهل له شروط؟ إذا نوى دخول الاغتسال، إذا نوى دخول الوضوء في الاغتسال وغسل جميع جسمه فإن هذا يجزي، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، وقد غسل جميع جسمه بما في ذلك أعضاء الوضوء، فيكون قد تطهر من الحدثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأفضل والسنة أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.